الإمام الشافعي يقول فيما يروى عنه، وأنا أنقل الكلام ليس بالنص وإنما بالمعنى، يقول هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يقول هذه الآية هي منقبة للمصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم من منقبة سجود لآدم. قيل له كيف ذلك؟ قال لأن السجود لآدم أولا مضى وانقضى، يعني الآن موجود السجود لآدم؟ لا موجود، مسألة وقعت وانتهت. وثانيا مين الذي قام بها؟ الذي قام بها فقط الملائكة، الملائكة فقط، فقط الملائكة. أما الصلاة على النبي فإنها يصلون، يصلون دي في اللغة العربية فعل مضارع، الفعل المضارع يصلون يفيد الدوام والاستمرار والتجدد، مو إن الله ملائكة صلى، يصلون يعني صلوا في الأولا ولا يزالون يصلون وإلى ما شاء الله. بعدين إن الله وملائكته، اشترك فيها الملائكة وقام بها الملائكة جميعا والحق سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال لهم الإمام الشافعي كذلك الصلاة والسلام، السجود لآدم كان امتحانا، ولهذا سقط في الامتحان إبليس لما ما رضي أن يسجد. لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليست امتحانا، وإنما هي إكراما وإحسانا، هي إكرام وإحسان للمصطفى صلى الله عليه وسلم. الله أكرمه وأحسن إليه وعظمه وكرمه بهذه الصلاة.